في جزء السايت لينك اكستنشن المفروض ان انت بتشتغل على الاكستنشن او الاضافات اللي المفروض تضيفها علشان جوجل يقدر يلاقي فاريتي مختلفه ويحسن من نتائج اعلانك ويحسن من النتائج بتاعه الاعلان بتاعك. طيب هل ده المفروض مهم جدا؟ مهم جدا طبعا لتحسين الاعلان بتاعك وان الكلاينت يشوف حاجه هو متوقع يشوفها جوه، متوقع يشوفها في الاعلان، زي مثلا دلوقتي يعرف الاسعار المناسبه للاستثمار المناسب. طبعا عايزين ايه يكون ماكسيمم 25، خلينا كده 35، فاعرف الأسعار المناسبة للاستثمار، أو اعرف خلينا نقول اختار وحدتك المناسبة لاستثمارك الأفضل. الاستثمار اوكي تمام، وبنكمل طبعا ايه الـ recommendations بتاعتك والـ final URL المفروض يروح عليه. ده بالظبط اللي بيوديه على اللاندنج بيج. يعني مثلا انا ممكن احط له سجل الان بياناتك واستثمر في مستقبلك، تمام خلاص. فبديله الاكشنز اللي المفروض يشتغل عليه، الاكشنز اللي المفروض يشتغل عليه، وكذلك اضيف سايت لينك 2 و 3 علشان اكمل الكامبين واشتغل عليها بعد كده، وبعمل نكست في الاخر وبكمل بقيه الكامبين بتاعتي عادي جدا مفيش اي مشكله، وبشتغل على الكامبين علشان تكمل معايا وتشوف التوصيل بتاعت الكامبين وهي شغاله وتفولو اب على الكامبين. ومن الحاجات المهمة جدا جدا وانت شغال على الكامبين انك تتابع الكامبينز من وهي شغالة، تتابع الكامبينز من وهي شغالة وتشوف هل الكامبينز دي بتجيب نتائجها ولا لا، فيها مشاكل او لا، او حتى الكامبينز دي بالنسبة لك هل البودجت ماتشنج معاها ولا لا، وهل البودجت وهي بتتصرف منك بنفس الطريقه اللي حسبناها واشتغلنا عليها فيها مشاكل، ولا انت مكمل فيها عادي جدا ما فيهاش بالنسبه لك اي مشكله. كمل الاعلان بتاعك ونفس البروسيس ونراجع عليها، ولو عندك اي سؤال في مشاكل الاعلانات او في اي حاجه عندك فيها في مشكله الاعلانات، فاكيد انت شاطر الاعلانات تقدر ان انت تسال ونراجعها سوا واقول لك المشكله ايه ويحلها ايه. بس احنا حبينا ناخد الاستراتيجيات اللي بنشتغل عليها في شغل الاعلانات على الريال استيت.